اصنع أملاً في القدس، برنامج يدعم المشاريع الناشئة في مدينة القدس من خلال تقديم محاضرات تسلط الضوء على كيفية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج والتسويق لإنجاح مشاريعهم. احنا عندنا عدة برامج في بتدعم المشاريع الريادية في القدس، واحد منها اسمه مشروع اصنع أملاً في القدس. خلال هذا المشروع بنحاول عمالنا ندعم المشاريع الناشئة في مدينة القدس لشباب القدس، فهاي هي جزء من سلسلة محاضرات عمالنا بنقدمها في مجالات انه تساعد الشباب اول اشي يتعرفوا على بعض من خلال هاي اللقاءات الجماعية، وتاني اشي نطرح مواضيع هم شفنا انه بحاجة لإلها من خلال التدريبات ومن خلال الاستشارات اللي بنقدم لهم اياها. اسمي خالد الأحمد، مقيم في عمان الأردن، الأصل فلسطيني، عندي ماجستير بالإدارة وبشتغل في مجال الإعلام الاجتماعي، عندي خبرة 10 سنين بين شركة زين ورئاسة الوزراء في الأردن، وبقدم استشارات لشركات لا ربحية وتجارية ومشاريع ريادية. هلا احنا عندنا فرصة ذهبية للمشاريع الريادية وللشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى انهم يروجوا لمشروعهم او لفكرتهم او للمنتج تبعهم على منصات التواصل الاجتماعي، لانه صار في انه استهداف، انا ممكن اتواصل مع ناس او الجمهور التبعي حسب معايير مختلفه، فبدي انا اتواصل مع الجمهور بعمر معين، جندر معين، اهتمامات معينه، مكان معين بقدر الاقيه، وهذا ما كان متاح في الماضي ولكن هلا متاح. حكينا اليوم بالمحاضرة كمان إنه ممكن نستهدف الناس حسب برضو شخصياتهم النفسية، فمش بس إني أنا أدور على الناس باهتمامات معينة بأماكن معينة، بس كمان ممكن أعرف شخصيتهم النفسية، وإذا عرفت شخصيتهم النفسية هذه راح تزيد من نسبة الإقناع ونسبة الشراء. معظم ميزانيات الشركات كانت تروح على التسويق التقليدي اللي هو الترويج بالجرائد وبالراديو وبالتلفزيون، ولكن في توجه كبير انه كمان ينقلوا بعض او جزء كبير من الميزانيه هذه للتسويق عبر المواقع الاجتماعيه والمواقع الالكترونيه، لانه في تواجد حاليا خلال اخر 5-7 سنين بشكل كبير على المنصات هذه. معظمنا احنا بنقضي كل وقتنا على المنصات هذه، وممكن كمان الاستهداف والقياس هذا ما كان موجود في من قبل بالترويج التقليدي، ولكن بالترويج على منصات التواصل الاجتماعي بتقدر تستهدف الفئه المحدده اللي بدك اياها وتقيس مدى نجاح الحمله الترويجيه تبعها. بشجع هذه المحاضرات جدا في القدس، لانه كل اصحاب المشاريع وخصوصا الستارت ابس يعني هم بحاجه انهم يعرفوا هاي المعلومات حتى يوظفوها في الشكل الصحيح في استخدام التسويق في مشاريعهم. مفتاح النجاح للحمله الترويجيه الصحيحه اللي هو التحليل الصحيح للحمله، فاذا انا عندي تقارير للحمله ومدى نجاحها وترويجها وحللتها بطريقه صحيحه راح يكون يساعدني في تحقيق نسبة نجاح عالية جدا. سويت محاضرات بفلسطين، بالضفة، بجنين، بنابلس، برام الله وبالقدس، وإن شاء الله في المستقبل القريب راح نسوي كمان بالداخل. أنا مبسوط جدا لأنه أنا عم باجي هنا كل فترة وعم بشوف إنه المجتمع التقني عم بيكبر شوي شوي بكل مدينة.